السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي في أنواع كتير من أنواع الذكاء الصناعي. في نوع اللي هو اللارج لانجوج موديل، اللي هو إن أنت بتتكلم مع الذكاء الصناعي كأنك بتعمل معاه شات زي شات جي بي تي، ده تبع شركة أوبن إي آي، وده كان أول واحد طرح أوراق في السوق. يعني هو خد حاجات كتيرة من جوجل بارت قبل ما يظهر، كان هما حاطين شوية حاجات أوبن سورس، فا أوبن إي آي اعتمدت عليها في إنها تبني الموديل بتاعها. وممكن كانت بتتعامل لنوع الذكاء الصناعي دوت، لكن ما كانتش عايزه تروح في السوق لان هو بيشكل خطر على اكبر ربح ليها، وهو الاعلانات. بدل ما الواحد يقعد يعمل سيرش ويجي له مواقع وحاجات زي كده هيسال على طول، فهم كانوا خايفين ان هم يطرحوا جوجل بارت دوت، لكن لما لقوا المنافسه شديده راحوا منزلين. طيب فيسبوك طبعا مش تسكت، فهي عامله حاجه تانية برضو اللي هو اللاما، ومسميها لاما 2، تقدر ان انت تحمله من هنا. تمام، فاحنا ده ميزته ان هو اوبن سورس. يعني ايه؟ يعني تقدر تحمله عندك وتبدا ان انت تشتغل بيه من على الجهاز بتاعك، وتعمل حاجه منافسه وتبرمجه بحاجات مختلفه وتدخله كتب مختلفه. تمام، كل عليك ان انت تبدا تكتب الاسم والايميل والبلد والاورجنايزيشن اللي انت تبعها، وتبدا بعد كده ان هو يبعت لك ايميل تبدا ان انت تحمله عندك على الجهاز بتاعك وتبدا ان انت تسطبه. طبعا التسطيب بتاعه لازم برمجه، مش اي حد. لا يعني انت خلاص اتنقلت لمرحله ان انت بتسال الذكاء الصناعي كده كانك بتتكلم مع واحد صاحبك، الا ان انت عايز تبرمج وتخش في موال البرمجه. طيب تعالى بقى نشوف اللينكات ديت. لو عايز حاجه توصل لك هتقول له اكسبت، وتقول له هنا، يبدا ان هو يبعت لك ايميل فيه كل المعلومات بعد ما تملا البيانات ديت. انا عملتها وبعت لي ايميل، وتبدا بعد ما تحملها تبدا ان انت تعمل اوامر التشغيل بحيث ان هو يبدا يسطب معاك. او هسيب لك لينك. تمام، اللينك ده مجرد ان انت تفتح المنصه اللي انت شغال عليها البلاتفورم، وتبدا تديله اوردر ان هو يشغل لك الملف دوت. خلاص الملف ده هيشتغل معاك وتبدا يسطب عندك بدون اي مشاكل خالص. او يعني دي كلها لينكات ممكن تسطب منها، او هم حاطينه برضو على الهاجنج فيس. هتقول له بس ان انت موافق على الاتفاقيه بتاعتهم، وان انت تقدر تشارك الاسم والحاجات دي، تقول له سبميت، يديك امكانيه ان انت تحمل الملفات زي ما انت عايز. تمام، فدول ثلاث طرق ممكن تحمل بيهم اللقمه، وبعد كده تبدا ان انت تبرمج من خلاله، وتبدا ان انت تعدل فيه زي ما انت عايز. طبعا هي في ميزتين لما بتبدا من اللقمه، ان انت بيكون هو متبرمج بخوارزميات كتيرة قوي فمش هتبدأ تعملها من الصفر، والحاجة التانية إن هو مديله كتب، يعني في خوارزميات وفي معرفة موجودة وفي شات موجود وعنده اطلاع على المعلومات. تمام، فتقدر إن أنت بعد كده تلاقي الموضوع أسهل معاك، هيوفر لك وقت مش تبدأ من الصفر. بعد كده ممكن بقى تركز إنك تدخل كتب العربية، ممكن أنت تكون مهتم مثلا بالزراعة بالصناعة فتعمل حاجة مشابهة ليها. حتى هما برضو حاطين نسخة ليهم برضو على الجيت هاب، بسيب لكم الرابط كلها اسفل الفيديو، وشرح عملية التحميل تبدأ تمشي معاها خطوة خطوة. تمام، وبيقول لك تعمل ريكوست للحاجة نفس اللينك اللي احنا كنا جايبينه، وبعد كده هتفتح البايتروش او اي حاجة من الحاجات اللي بتشغل البايثون وكده، وتبدأ تكتب له الكود دوت بايب انستول سلاش اي، ويبدأ ان هو يسطبه لك. تمام، انا ما جربتهاش لان انا مش متبحر في البرمجه ومش عايز اعملها، جربتها في حاجات تانية وخدت مساحه كبيره عندي على الجهاز، وطبعا امكانيات الجهاز بتاعي غير السيرفرات اللي عندهم فكان بياخد وقت كتير، فمش ناوي اجربها دلوقتي، عندي حاجات تانية مشغول بيها. لكن لو حد حابب يجربها هسيب لكم الرابط تسطبوا وتحاولوا ان انتوا تعملوا، ممكن تعملوا موسوعات كامله على الجهاز بتاعك.